ترافق أبيها في زيارة للقيادة البحرية، فتخطف الأضواء وتصير مدار الأحاديث والتكهنات في كوريا الشمالية. تلقى التحايا من الجنود وتقدم العروض العسكرية أمامها، ولا بد من صور تذكارية بعد ذلك. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، قصيدة خطها نزار قباني وأنشدتها فيروز قبل عقود. لعل معانيها وفكرتها الأساسية قد وصلت إلى الرئيس كيم جونغ أون، فما من اسم معروف لهذه الصبية حتى فترة قريبة، لكن الجميع يعلم بأنها الطفلة المدللة والغالية على قلب أبيها. جو أي اسم قالت وسائل إعلامية بأنه يعود للصبية وإنه محظور على الشعب استخدامه، أما من تسمين به سابقاً فعليهن تغييره على الفور. خبر زاد من التكهنات التي ترجح أن تكون ابنة الرئيس الكوري في طور الإعداد لتصبح خليفة لوالدها في حكم البلاد، أمر لم يستبعده الباحثون، فما من أحد على وجه الخليقة كما يؤكدون قد يعرف بالتحديد ماذا يدور في رأس الزعيم الكوري وما الذي يعده لقادمات الأيام. لكن وعلى الرغم من كل ذلك، حذر بعض المحللين من أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الصبية تعد لتصبح خليفة أم لا. فها هي تشون سو جين، مؤلفة كتاب عن القيادات النسائية في كوريا الشمالية، تقول إن فرصة ترحيب النخب بابنة كيم كخليفة لوالدها في حكم البلاد تكاد تكون شبه معدومة. لماذا؟ لأنهم ليسوا مستعدين للترحيب بزعيم من الجنس الآخر، تقول جين. وترجع الحال إلى أن كيم جونغ أون يقدم استعراضات تظهره أنه أب محب وليس مجرد ديكتاتور وحشي يطلق الصواريخ، وسواء كانت ابنة كيم هي الخليفة المحتملة التي يجري إعدادها أم لا. فمما لا شك فيه أن هناك امرأة أخرى في النظام الكوري قد استحوذت بالفعل على الاهتمام الدولي لعدة سنوات، فعندما انتشرت شائعات وتكهنات في عام 2020 حول صحة الزعيم الكوري الشمالي، بات ينظر لأخته كيم يو جونغ على أنها نائبة محتملة لتولي زعامة العائلة والحفاظ على السلالة، إلى أن يصبح أحد أطفال كيم في سن تؤهله لتولي زمام القيادة. وما هذه الإطلالات إلا رسالة بالغة الوضوح والتبيان بأن الصغار يكبرون بسرعة شديدة وبأن بإمكانهم إكمال الطريق. فهل يكون النصيب من حظ الفتاة؟ وهل ستخلف والدها برئاسة البلاد؟